حضرت في التكريمات بزاف ولكن عمري ما شفت بحال هذا 400 دوله ولا شحال لا هي وهذا العدد كامل. تلتقوا الهدايا حين تعجبك. هذا شرف كبير، هذا التكريم هذا كيفكرني في الايام القديمه ديال اخبار السوق والتقشاب اللي كنت انا كنترأسها، وهاد الناس هادو استطاعوا باش يديروا واحد المعرض فيه واحد عدد كبير ديال الدول، واحد عدد كبير ديال الصامين ديال هاد الدول، وهذا شرف كبير. وكنشكر هاد المنظمين كاملين، كنشكرهم وهاد الجمهور اللي جا اللي هو ديال الفنانين. والشي كيفكرني في ايام الكاريكاتير، ايام اخبار الدنيا والكواليس ديال مصطفى العلوي حتى هو، وكيردني للوراء كنشوف الناس بحال حموده بحال الصبان بحال الفيلالي، وهذا شرف كبير وشيء محمود جدا. اللي غادي نوجه للشباب هو يخدموا بلا ما يشوفوا الجانب المادي. انا خدمت فابور، خدمت مع الجرائد كاملين اللي خدمت معهم، خدمت فابور. المهم عندي هو نشوف الاعمال ديالي منشوره، ومن بعد داكشي ولا عليا بالنفع ولينا دايرين جرائد ديالنا. مصطفى العلوي عمرني كنجي عنده تيبغي يخلصني ما تنقول لا. العربي المساري وكذلك دوك ديال الاتحاد الاشتراكي ودوك كلشي دوك الناس بغيت انا ندير الكاريكاتير ديالي. حنا تربينا واحد التربيه ديال الخارج ديال فرنسا، كانوا الجرائد والمجلات كيجيونا لو هيريسون ماريوس فلويد غلاسيا لداخل كنشروهم بالكيلو كيتباعوا. كنشرو واحد العدد ديال الجرائد بجوج دراهم، كنضلو نقراو فيهم اسبوع كامل. وحنا تاثرنا بهاد الناس هادو، بغينا حتى حنا نديرو شي حاجه بحالهم، واستطعنا شيئا ما نديرو اخبار السوق والتقشاب، ودرنا لي بون ديسيني حتى هما لي بون ديسيني كتير، والكتيبات ديال المزاليط تنبيعوهم ليهم بواحد الثمن رمزي. وحقيقه حنا الكاريكاتير كيسري في الدم ديالنا، وعشنا هاد الحقبة هادي، وعشنا واحد الحاجة خايبة، عشنا حالات الاستثناء، عشنا ملي شدو تقشاب شدوني أنا داوني للحبس، شدوني على واحد الكاريكاتير ديال دريس البصري، دريس البصري في ديك الوقت ما كاينش اللي يدوز من حداه، إلا غير داز من حداه يقول غادي يمشي للحبس، عاد ترسم الكاريكاتير ديالو، كي رسمت أنا الكاريكاتير ديالو مع الصباح، جا البوليسي اللي معروف هذاك اللي هو ضربوا به المثل ثبت جا ليا للدار، هو يقول للمراه ديالي هاد البوالي بغينا ندوه غير نديرو معاه واحد الاستجواب ونطلقوه. شدني تما 20 يوم والمراه كدور والناس كيقلبوا عاد لقوني. هنا كاين الكاريكاتير عنده جوج الحوايج، عنده يا اما داكشي اللي عشناه مزيان وشفناه، وعنده ديك التمره اللي دوزنا في المخفر ديال البوليس وداكشي. وكانوا كيجوني للقسم، انا كنت في السد فنون التشكيليه، كانوا كيجوني البوليس كيصيفطوا لي للقسم الا درنا شي كاريكاتير واحد، تيقول لي تكلم. كنمشي للمعارف اش بغيت نتكلم، تيقول لك اسمك سميت باك، شي مسائل بحال هكا تافهه ويطلقك باش يخلعك. حتى ان داك البوليس اللي كيجوا لي يدوني كنخلص عليهم الطوبيس حتى هما مساكن ما عندهم شي كاع عيانين. المهم هنا باش يخلعوك باش ما دير شي حاجه اللي هي خايبه. المهم هذا هو المسألة اللي كانت خايب في الكاريكاتير، حاله في استثناء، وما ديرش البصري ممنوع ديرو.